راجل بعقل سميتو حسن شاكوش مغني شاطر شعبي جوش ودار العرس بالخير. أيه ألو شنو وقع في داك العرس؟ المرأة بالكسوة جالتها بداكشي كامل تقابلت مع الناس وهي تسجد شكر لله على شاكوش. لا هادشي شاكوش كون كان اون فاليز ما عرفتش غندير. فرحانة مسكينة كت إيوا موجات عارمة على لو بوبليك البوبليك المصري كله قال لك علاش زعما السجود سي حاجة زعما سيتي اكسيسيف ما عرفتش كيفاش نقول لكم مي عبرات بواحد الطريقة اكسيسيف على ديك الفرحة ديالها زادت فيه. دابا شو تخوف كسي نورمال تسجد هكا قدام الناس اون بلا مارياج؟ بالنسبة لي أنا شخصيا سي با نورمال، ولكن يمكن هذيك كنقول أوسي يمكن طريقتها باش تعبر بالفرحة حيت تلمو غتكون فرحانة دونك تعبير الفرحة. بالنسبة لي أنا تقدر تكون سجدت هكا باش حيت فرحانة، مي أنا ما عرفت ما كاجيني اش بالك وانا نورمال زعما ف دوفون طول الموند كتحمد الله ميرسي فرحانة هادي فرحانة بزاف انسبيري دي فوتبولور بنت لي ياك ماكويري الحمد لله ما حدش شتوني لا ماركات البيت ما تنساش ضربت له غول واش كوش راه عنده فلوس انا كشي اللي كاين حنا الحمد لله العروسه عندنا ما تقدرش دير هذه القضيه تخيل قوه الفرحه لا العروسه المغربيه ما با فيغ سا تخيل لبس الفتيه يا ربي ما يشوفوهاش لا عزيز اللي يعاودوا داكشي اللي داروا عباد الله يا ربي ما يشوفوهاش الحمد لله لبسي كنلبسو حنا ما يمكنلهمش حتى شي حركه كتمشي بحال هكا العروسه الحق الا هبطت تما بقات مشى.